السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية وقبل كل شيء يجب علينا ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. صدق الله العظيم. مثل ما عودناكم أعزائي المتابعين أرجعنا لكم فيديو جديد، قصة جديدة، حكاية جديدة. خليكم معنا ولا تروحوا، راجعين. حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين وأهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة الرعب هيرو إكس. قصتنا الأولى أعزائي المتابعين بالفيديو اليوم بتحكيها صاحبتها، بتقول بدأت قصتي لما كنت وكان عمري 5 سنين، كنت صغيرة وكان عمري 5 سنين وما كنت بعرف إشي اسمه جن بحكم سني. وبهذاك الوقت أخذنا بيت شبه مهجور، كان بحارة مليانة بالجرائم. فلما سكننا بهالبيت مرت أول 3 شهور بخير وما شفنا أي شيء، لكن الجيران حذرونا وخبرونا إنه شقتنا مسكونة. بهذيك اللحظة ما كنت أفهم شو معنى مسكونة، يعني كنت أفكر إنه مسكونة بالبشر يعني مثلينا، يعني إنه إحنا اللي ساكنينها. وللأسف يعني ما أخذنا بنصيحة جيراننا وكلامهم. بعد 3 شهور بالليل خبرتنا أمي إنها راح تروح لعند جارتنا بالشارع المقابل وراح تتركنا بالبيت لأننا مشاغبين، وكان عمري 5 سنين، أختي 7 سنين وأخوي 3 سنين. لما سمعنا أمي بتقول لنا هالأمر هذا صرنا نبكي وصرنا نصرخ لأن راح نظل لوحدنا. فأبوي كان بيجي من شغله بنص الليل. بعد ما راحت أمي صرنا نبكي ونصرخ ورحنا عشان نشوفها من الشباك وهي رايحة، وهون لما شفناها رايحة اشتد بكانا. وإحنا بهالمعمعة هاي سمعنا طرق على الباب، هدينا شوي. فقالت أختي مين على الباب؟ سمعنا الشخص صوته خشن ونبرته عالية. وبتقول صاحبة القصة والله شهيد على ما أقول، قال أني، كان صوته مرعب. فصرنا نصرخ أكثر وأكثر ورجع الطرق على الباب بطرقات مخيفة وعالية هالمرة، وإحنا نكرر مين مين. فبيقول أني، وبعد بكاء شديد اتوقف الطرق. ومر الوقت وإحنا عم نبكي ونبكي ونبكي حتى إجت المعجزة ورجعت أمي وشافتنا عم نبكي. خبرناها باللي صار، بس هي حاولت إنه تكذب اللي صار، يعني مش بمعنى تكذب، يعني إنه مشان ما نخاف. وخبرتنا إنه هي اللي عملت هالشي هذا عشان ما تخوفنا. بس أنا عن نفسي ما صدقت، لأني شفتها وهي رايحة على الشارع المقابل من النافذة. بنفس اليوم لما إجا وقت النوم نامت العيلة كلها، إلا أني ظليت صاحية بفكر باللي صار بهذاك اليوم. وفجأة وأني بهالتفكير هذا شفت شخص كأنه محروق شديد السواد واقف قدام النافذة، ويعني من شدة الخوف عيوني راح تطلع من مكانها. بدأ هالشخص يعمل حركات غريبة بإيده، يعني وجاب شيء بيشبه العباية السوداء وغطى فيها النافذة فصارت سوداء، كأني بغرفة الظلام، صارت الدنيا ظلمة، صارت نبضات قلبي بتتسارع بشدة وكان قلبي راح يطلع من مكانه من الخوف. وبعديها حصل لي شغلة ما كنت أتوقع أنه تصير أبدا، هو أنه سريري صار يرجف وصار يطلع وينزل. فما تحملت ورحت لعند أبوي وأني أبكي وخبرته باللي صار. أبوي إجا معي ونظر لأسفل السرير وخبرني إنه ما في إشي، قال ممكن هي أختك عم تمزح معي. بس هالكلام هذا أني ما دخل عقلي أبدا، لأنهم أني متأكد بعد هاللي صار عرفت شو يعني جن وعرفت مين هما، لأنه هما الجن اللي بيعملوا هالشي هذا وهما اللي بيقدروا
يعملوا هالشي هذا يعني من العباية والسواد وتحريك السرير. المهم لما صحيت وصحيت أمي خبرتنا بإشي مخيف، وهو بنفس اليوم اللي صار معي أنا بالليل سمعت هي صوت كرسي عم يقع، فصحيت وهي خايفة واستعاذت بالله من الشيطان الرجيم، وصحت أبوي وخبرته بالصوت، فقال لها إنها تهيؤات لا أكثر، وطلب منها إنها ترجع تنام. أمي ما اقتنعت، راحت شغلت التلفزيون على القرآن الكريم وبالفعل شغلته وطمنت علينا، بعدين رجعت تنام. بس سرعان ما شعرت أمي ببرودة شديدة صحيت من نومها ولقت صوت التلفزيون مختفي، وإنه في كاس مي فيه شوية مي، وإنه واحد سكب عليها المي من هالكوب من هالكاس هذا، وهو اللي خلاها تشعر بالبرودة. صحت أبوي وقالت له أنت اللي طفيت التلفزيون؟ قال لها لا مش أنا. هون أمي وأبوي اتيقنوا إنه البيت مسكون، صحونا وجابونا لعندهم، وثاني يوم مباشرة أبوي راح دور على سكن، وللمسة كنا طالعين من البيت ولله الحمد بعدها ما حسينا بأي شيء. القصة الثانية أعزائي المتابعين من السعودية، بقول صاحبها أني ما بعرف شو اللي صار بس بعد أثاره موجودة لحد الآن. بقول بشتغل بإحدى المدن السعودية بالمنطقة الغربية وبسكن بالطابق 14 بمبنى كبير من أدوار متعددة. اللي صار إنه لما رجعت للبيت متأخر بعد نص الليل كان الوضع هادي جدا وما كان في أي حدا بمدخل المبنى. ركبت المصعد وسندت ظهري على الحيط تبع المصعد، وفجأة شميت ريحة طيبة، يعني ريحة طيبة جدا. لما درت ظهري اتفاجأت انه في سيدة جميلة جدا ومحتشمة، والغريب انه المصعد ما وقف حتى تركبها السيدة، او لا ما حداش طلع معي، ما حدش طلع معي اصلا، ولا حدا طلع ولا حدا نزل. نزلت بنفس الطابق اللي بسكن به ودخلت الشقة المقابلة إلي. بس لما كنت بدي أدخل أفتح الباب تبع شقتي وأدخل اتجمدت، لأني بعرف إنه هالشقة اللي دخلت عليها هالسيدة اللي ريحتها طيبة محترقة، كانت محروقة تماما من عدة أشهر، بس الحمد لله ما كان حدا متأذي من الحريق. هون حسيت برعب بعد رعب، لأنه الشقة غير صالحة للسكن بأي حال. قربت من باب الشقة المحروقة عشان أسترق السمع وأشوف لعلي أسمع حدا، فما سمعت أي شيء. ولما استدرت عشان أدخل شقتي اتجمدت من الخوف والرعب. لما نظرت لوراي ظهرت السيدة هالريحة اللي ريحتها طيبة، لأني شميت الريحة مرة ثانية، ظهرت وهي واقفة قدام المصعد. وقتها وقفت وكل يعني أحاسيسي اتجمدت نهائيا من الخوف، وصرت أعرق بشدة من الخوف، بدي كل تفكيري إني بدي أهرب بس ما قدرت أهرب. سقطت على الأرض ومغمى علي، وما فقت إلا عند صلاة الفجر واحد من الجيران بنفس الطابق هو اللي فيقني. وللعلم الطابق بيحوي 4 شقق، وما بعرف شو اللي صار بس لليوم نهار اني بقدر اشم الريحة، وبعض الاحيان يعني وكأنها هالسيدة هاي واقفة قدامي. وصرت محموس بالنظر حولي طيلة الوقت، يعني طول ما اني ماشي واني بتطلع حولي من الخوف، ممكن تطلع لي من قدام، ممكن تطلع لي من ورا، ممكن تطلع لي على الجنب، عايش برعب ما بعده رعب. أعزائي المتابعين لهون انتهى الفيديو، إن شاء الله يكون حاز إعجابكم. ياريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة، تسجيل إعجاب وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد. دمتم بخير، السلام عليكم.